جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبركات بمناسبة عيد الفطر السعيدة، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.